السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم فيديو جديد في القناة، ما تنساوش جيم وبارطاج كيف ما العاده باش تعمل الفائدة. الوغ كيفاش تقام عليك السلعة رخيصة الا كنتي كدير الكوميرس او الاي كوميرس وكتجيب السلعة من برا وكتقام عليك غالية؟ كيف ما كتعرف كاين لي سوسيتي دو كوباج وكاين الترانزيتور. الترانزيتور هو اللي كيتكلف بالسلعة ديالك اللي كتجي من برا، هو اللي كيتكلف بالديوانة والمسائل بالاوراق الاداريه حتى كتوصل للترونسبورتور. وكاين سوسيتي دو كوباج، هاد لي سوسيتي كيتكلفوا الى عندك كونتيتي صغيره. الوغ هي هاد الشركه كتجمع عده شركات باش يجيبوا باش امبورتيو السلعه فواحد الكونتينر واحد. الوغ هذاك الكونتينر كيجمع بزاف ديال الكليون، في حين تا الشيبينغ ولا القيمه ديال الاستيراد ديال كتجي ناقصه، ولهذا كتطلع لك انت رخيصه. الوغ ما تنساوش بلي لي سوسيتي دو كوباج بالنسبه للناس اللي عندهم سلعه قليله، اما الا عندك سلعه كثيره ف الترانزيتور هو اللي غادي يتكلف لك بها. ما تنساوش جيم وبارطاج. وبالاضافه الفيديو الجاي تسناوني غادي نلوح فيه كيفاش تديكلاري لا فاكتور ديال لامبور. الوغ كيفاش نديكلاري لا فاكتور ديال لامبور بورت نت؟ قريبا غادي تكون في القناه ديالي. كيشجع هذه الفكره يخلي تعليق. والسلام عليكم.